السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي إن شاء الله في مادة Theory of Machine ME355 بدرس الـ Velocity Analysis. إحنا قررنا إن إحنا نجيب الدروس من الأول عشان لو حد عنده أي مشكلة في أي حاجة يقدر يشوفها ويبني عليها الجزء اللي بعد كده، عشان الدروس فيه حاجات منها مبنية فوق بعض، وفرصة إن إحنا مادام هنبني المادة نبنيها صح من الأول. طيب، مبدئيا Velocity Analysis أو الدروس حتى الـ Acceleration والـ Force، بعد كده عايز أوضح لكم إن الدروس دي مش لازم تتحل بطريقة واحدة، ليها كذا طريقة حل. يعني ممكن تتحل بتريجونومتري، واحدة الطرق منها الطريقة اللي هتحل بيها النهاردة، وممكن تتحل بطريقة الفاكتورز، ودي ممكن تكون طريقة صعبة على بعض الناس ولكنها هي دي الأنسب والأفضل في رأيي الشخصي والحقيقة أكتر، وفي طرق كمان أخرى زي الجرافيكلي، يعني بالرسم. الرسم بيبقى تو سكيل في كل مدارس كتيرة، وهتلاقي في كتب مدارس مختلفة في كتب بتجمع من كذا طريقة، فاحنا عامة هنركز على طريقة التريجونومتري اللي هي اسمها بالظبط في الفيلوسي اناليسيس اسمها Instantenous Center Method. مبدئيا احنا هنتكلم عن 3 حاجات. هنبتدي نتكلم على الفيلوسي اناليسيس بتاعت الميكانيزم، لازم نبقى عارفين الميكانيزم ذات نفسه بيتحرك بحركة انواعها ازاي. بعدين هنعمل ريفيجن كده سريع على كام قانون كده محتاجينهم من تريجونومتري، ونتكلم بعد كده على كام مثال محلول. الفلوسي اناليسيس بتاعت الميكانيزم بتبقى حاجه من 3 حاجات، يا ترانسليشن، يا روتيشن اباوت فيكس اكسس، يا جنرال موشن، ما بيتغيروش عن الـ3 دول. طيب تعال ناخد كل واحد لوحده. تعال نفترض جسم كده ايا كان شكله، هناخد عليه 3 نقط. النقطه دي هسميها A، ونقطه هنا مثلا اسمها B، ونقطه هنا اسمها C. احنا لو قلنا على الجسم ده كله بيتحرك ب فيلوسيتي V في الدايركشن ده، تمام؟ فبالتالي ال VA هيتحرك velocity بتاعته كده، وال VB هتبقى في الدايركشن ده، وال VC في الدايركشن ده، حيث ال VA هتساوي ال V، وال VB هتساوي ال V، وال V هتساوي ال C، ال VC هتساوي ال V. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الجسم ده كله على بعضه بيتحرك بكل النقط بتاعته، بيتحركوا ليهم كل النقط ليهم نفس الفيلوسيتي بالظبط. يعني ايه ليهم نفس الفيلوسيتي؟ يعني ليهم نفس الماجنيتيود والدايركشن. لو ليهم ماجنيتيود بس ما لهمش دايركشن، يبقى هما ليهم نفس الفي بس الدايركشن بيختلف. بس بصوا كده على الخط، 3 خطوط الزرق والخط الاحمر كلهم نفس الدايركشن بالظبط. طب والفيلوسيتي في كلهم نفس حاجه بالظبط. فده ترانسليشن. ده اللي هو شبه مين؟ عشان بس تبقوا واخدين بالكم، زي بيستون جوه سيلندر بيتحرك كده كده. ده ايه ده؟ كل النقط اللي على البيستون، انا اسف، كل النقط اللي على البيستون اللي جوه السيلندر دي بيتحركوا كلهم بالظبط بنفس الفي، بنفس الدايركشن، بنفس الماجنتيود، تمام؟ طيب تعال ندخل على اللي بعده، روتيشن اباوت فيكست اكسس. طب احنا فهمنا الاولاني ان كل بوينتس بتتحرك نفس الدايركشن وليها نفس الماجنتيود بالظبط وليها نفس الدايركشن. طيب تعالى نشوف اللي بعده. عندي جسم ايا كان شكله، والجسم ده روتيشن اباوت فيكست اكسس، يعني في نقطه ثابته بيلف حواليها. هنفترض الجسم ده كله بيلف حوالين النقطه دي، ده كانه بين ثابت بيلف حواليها. طيب هاجي احط نقطتين، هاجي احط نقطه اسمها A وحاجة احط نقطة اسمها B. لاحظ ان الجسم ده كله انا افترضت ان هو مثلا بيلف مع قارب الساعة دي اوميجا. طبعا انتوا عارفين الفرق ما بين الاوميجا وما بين الفي. اوميجا يعني انجلر فيلوسيتي، في يعني فيلوسيتي لينير فيلوسيتي. طبعا عارفين العلاقة ما بين الفي والاوميجا، هي الفي بتساوي اوميجا في ار، وهنشوفه دلوقتي. طيب احنا اكتشفنا ايه دلوقتي؟ ان الجسم ده كله اللي هو بالاحمر ده بيلف مع قارب الساعه باتجاه اوميجا. طيب انا عايز اجيب الفلوسيتي بتاعت ايه؟ الفلوسيتي بتاعت نقطه ايه؟ اعمل ايه؟ هوصل ما بين نقطه ايه وما بين السنتر اللي بيلف حواليه. وصلت صح؟ طيب اروح اعمل ايه؟ اروح اعمل عليه عمود. فايا كان زي ما انتم شايفين كده الجسم، انا بس اتمسح مني فرجعت رسمته تاني، هعمل عمودي على الخط الاسود اللي انا عملته دلوقتي. صح؟ يعني ايه عمودي؟ يعني الزاويه دي 90 والزاويه دي 90، صح؟ طيب حلو قوي. انا هروح على الخط الاصفر اللي كان اتجاهه يمين هنا اهو، ولا هروح على الخط الاصفر كان اتجاهه شمال كده اهو؟ بصوا، هو مين الخط الاصفر اللي بيلف مع اتجاه الاوميجا؟
الى اليمين ولا الشمال لو بلففه حوالين النقطة الحمراء اللي هي هنسميها او، تمام، السنتر يعني. لا اكيد اليمين، فانا عشان كده هسمي ده، يبقى عملت كده وعملت كده اهو، ده ايه ده عمودي عملته عليه، يبقى ده الفيلوسيتي بتاعت الايه، تمام. والفيلوسيتي بتاعت ايه هتساوي اوميجا بتاعت الجسم ده كله مضروبة في الار، الار اللي هي الريديس، المسافة من السنتر اللي هو او للنقطة اللي احنا عندها اللي هي ايه، فالار اللي هو المسافة ما بين الاو والايه. طيب واضحة، تعال نشوف اللي بعده، نقطة بي. طيب نقطة بي انا هعمل ايه، هعمل نفس الكلام بالظبط، هجيب الاورنج وصلت ما بينهم وعملت عمودي لتحت وعملت عمودي لفوق، صح؟ مين فيهم اللي هيبقى صح؟ اللي يلف مع عقارب الساعة لو انا عملت مع عليه عمودي، تمام؟ هيبقى عمودي لتحت ولا عمودي لفوق؟ طبعا يبقى عمودي لتحت، في دي ال في بي. فال في بي هتساوي في الحالة دي اوميجا اللي هي بتاعت الجسم اللي هو اصلا جزء منه في ال ار، الار اللي هي مسافة ما بين السنتر والنقطة اللي ما بين النقطة اللي بحسب عندها وما بين السنتر اللي بيلف حواليها، يعني المسافة ما بين الاو والبي. طبعا ألفت نظركم الحل هيبقى عبارة عن ايه عامة في المسائل اللي زي دي، هيبقى كالآتي، هو هيكون مديك الفيلوسيتي بتاعت الايه، وهيكون مديك الريديس مثلا، او لو مش معاك هنجيبه عن طريق القوانين اللي هنعمل لها ريفيجن كمان شوية، وهيكون معاك الار دي، وعايز تجيب انت الفي بي، هتعمل ايه؟ هتقوم جايب من هنا الاوميجا، ما دام جبت الاوميجا هتحطها هنا، يبقى جبت مين؟ الفيلوسيتي بتاعت البي. هي دي اللعبه الدايمه بتاعت الدرس ده. الجزء اللي بعده الجنرال موشن. لاحظ ان الجسم ده جنرال، يعني ايه جنرال؟ يعني اللي هو بيلف حوالين نقطه ثابته، اللي هو في كانت خطوه ثانيه خليك فاكر فيكست اكس، نقطه ثابته متثبته يعني ارضي، ولا هو بيعمل ترانسليشن؟ طيب ده بيلف ازاي؟ لا ده ما بيلفش، ده بيعمل حركه عامه اسمها جنرال. بس انا لو جبت الكاميرا وصورته في لحظه معينه، في لحظه معينه، وبصيت على النقطه ايه وعملت لها اناليسيس، لقيت الفيلوسيتي بتاع ايه مثلا كان في الدايركشن ده، ولما جيت على نقطه بي لقيت نقطه هنا اسمها بي، ولو جيت عملتها الاناليسيس لقيت الفيلوسيتي بتاع بي في الدايركشن ده، ادي بي ودي ده الفيلوسيتي بتاع بي، اقدر اقول من كده ان الجسم ده في اللحظه دي بطريقه استخدام الاي سنتر ميثود او الانستنتينيوس سنتر ميثود، انا عايز اجيب السنتر اللحظي. طب السنتر اللحظي ده اجيبه ازاي؟ اعمل عمودي على السرعه الاولانيه واعمل عمودي على السرعه الثانيه، هيتقطعوا الاثنين فين؟ في نقطه، فهسمي النقطه دي اسمها اي. اي عشان ده مش السنتر الثابت اللي بيلف حواليه طول الوقت، ده السنتر اللي بيلف حواليه في اللحظه دي، فالزاويه دي هتبقى 90 والزاويه دي هتبقى 90، عشان عملت عمودي على الاولاني وعملت عمودي على التاني، عملت عمودي على السرعه الاولانيه وعمودي على السرعه التانيه. طيب الاوميجا بتاعت الجسم ده في الحاله دي بتلف مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه؟ اجيت الاوميجا هتبقى في الدايركشن ده بيز على السنتر اللي انا جبته، لما بصيت على الفي اي بتلف حوالين الاي مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه، وكذلك الفي بي. اقول لكم تاني الفي اي هتساوي ايه ساعتها؟ الفي اي هتساوي الاوميجا بتاعت الجسم في الار بتاعتها اللي هي في المسافه اللي اسمها اي اي، وهنا هيساوي الفي بي عبارة عن الأوميجا مضروبة في المسافة اللي هي عبارة عن الأي بي. طب أنا أصلا معايا الفي مثلا إيه ومعايا الأي إيه، هجيب منها مين؟ الأوميجا، جبت منها الأوميجا، ومعايا الأي بي جبت منها مين؟ الفي بي. يبقى إحنا بس كده عرفنا الثلاث طرق بتوعنا بشتغل بيهم إزاي. طيب حلو أوي، نروح على قانونين كده محتاجين نراجعهم اللي هم الساين رول والكوزاين رول. طيب تعال نرسم مثلث أي أبعاد، ده مثلث مفيهوش اي حاجه معروفه، هقول الطول ده اسمه ايه والطول ده اسمه بي والطول ده اسمه سي، الزاويه دي اسمها الفا والزاويه دي اسمها بيتا والزاويه دي اسمها جاما. بالنسبه للساين رول بالنسبه للمثلث ده، هو كل طول على ساين الزاويه اللي في وشه، يعني ايه على ساين الزاويه اللي في وشها اللي هي مين؟ الفا، تمام، بيساوي بي على ساين الزاويه اللي في وشه، بصوا كده على الرسمه اللي هي تبقى ساين مين؟ بيتا، وسي على ساين جاما. طيب ايه الكوزين رول بقى؟ لا انا مثلا عايز اجيب الاي، هي حاجه شبه بيثاغورس، هتشوفوا ازاي دلوقتي، اي سكوير بيساوي بي سكوير زائد سي سكوير ناقص 2 بي سي في كوزين الزاويه اللي ما بينهم. يبقى تاني
ال A سكوير بيساوي الاتنين التانيين اللي هو B سكوير و C سكوير ناقص اتنين، ناقص اتنين مين؟ الزاويتين التانيين اللي هي برضه B و C. فكوزين الزاوية ما بينهم، مين الزاوية ما بين ال B و C؟ مين الزاوية ما بين ال B و C؟ الألفا، كوزين الألفا. أو B سكوير بيساوي A سكوير زائد C سكوير ناقص اتنين AC كوزين الزاوية ما بين ال A و C اللي هي بيتا. C سكوير بيساوي A سكوير زائد B سكوير ناقص اتنين AB في كوزين الزاوية اللي ما بينهم اللي هي جاما. تمام. امتى بستخدم الكوزين رول؟ معايا طولين والزاوية اللي في النص، اعرف اجيب من هنا الطول التالت. لما يكون عندي طولين والزاوية اللي في النص اعرف اجيب منهم الطول التالت، غير كده بروح استخدم مين؟ ساين رول. تمام. طيب اخر حاجة لازم الفت نظركم، لازم في الحل بتاعك يا باشمهندس لازم يكون مكون من 3 اجزاء، نمبر اللي هو ماجنتيود، يونت لازم تكتب اليونت بتاعتك بالظبط، والدايركشن بتاعتك. تمام. نبتدي نحل مسائل. The mechanism shown consists of a crank OA to low point 2 زي ما انتم شايفين على الرسمة، connecting rod AB to low point A زي ما انتم شايفين على الرسمة، and a piston at B. بيقول لك البي ده piston. The piston movement is horizontally as shown. بيقول لك هو بيتحرك يمين شمال، لو الرسمه مايله شويه مش ده المقصود، هي المفروض يبقى horizontal يمين شمال. والكرانك روتيتس عند اوميجا او اي ب 15 ريديم بير سكند واتجاهها مع عقارب الساعه. خد بالك انت عندك كام ممبر؟ عندك 3 ممبر. تمام. اول حاجه عندك الاو اي، بعدين عندك الاي بي، وعندك البي. حد يعرف يقول لي كل واحد حركت نوعها ايه؟ البي ده لوحده حركت نوعها ترانسليشن، يعني بيتحرك يا يمين يا شمال. شكرا. الاو اي، الاو اي ده كان بيلف حوالين نقطه ثابته، يبقى ده كان اي نوع؟ اللي هو نوع تاني، روتيشن اباوت، روتيشن اباوت فيكست اكسس. طب واللي في النص هل هو بيلف حوالين نقطة ثابتة؟ فين النقطة الثابتة دي؟ مفيش نقطة ثابتة متثبتة في أرضي. هل هو بيتحرك يمين شمال كله على بعضه؟ لا، الـ A عمالة تعمل نص دايرة والـ B عمال يتحرك يمين شمال. يبقى إيه نوع الحركة دي؟ جنرال. يبقى المسألة دي ظريف إن إحنا باخد بالي إن هو إيه، أنا في المسألة واحدة ممكن يبقى فيه 3 أشكال، أنا باخد بالي إن كل واحد بتعامل معاه بالطرق اللي إحنا إتكلمنا عليها من شويه. ترانسليشن يعني مين بيتحرك يا يمين شمال يا فوق يا تحت يا بزاويه وخلاص. روتيشن اباوت فيكست اكسس يعني في بتساوي اوميجا في ار، والفيلوسيتي عمودي في الاتجاه الدوران. لو جنرال بيبقى معايا اتجاه الفيلوسيتي الاولانيه، بيبقى معايا اتجاه الفيلوسيتي الثانيه، بعمل عليهم عمودي يتقطعوا في نقطه، يبقى ده مكان الاي سنتر اللحظي. تمام. طيب هو كان بيديني الجيفن فين يا باشمهندسين؟ كان مديني الجيفن عند او اي، كان بيقول لي ان هو بيلف كده مع دوران، صح؟ فانا هعمل عمودي لتحت مع الدوران، فدي هتبقى الفي اي. طبعا الفي اي هتساوي الاوميجا بتاعه الاو اي في الطول بتاع الاو اي. هو كان مديك الاوميجا او اي اصلا بكام؟ ب 15، والطول بتاع اوميجا او اي بتاع الاو اي نفسه كان ب 0.2، فانا جبت القيمه دي. طيب ما جبت الفيلوسيتي بتاعت مين؟ بتاعت الاي. هروح اجيب منها الفيلوسيتي بتاعت مين؟ البي. ازاي؟ ده جنرال. تمام. انا بكلمكم جنرال في الحل بتاع المساله. فانا جبت الفي ايه. طيب هو في حاجه لازم ابقى واخد بالي منها، ان الجنرال ده هيبقى ليه سنتر لحظي، هتبقى عباره عن ايه بس عشان تبقوا واخدين بالكم. الفي ايه هتساوي اوميجا بتاعت الاي بي مضروب في الطول، هنشوف هيبقى عامل ازاي دلوقتي. والفي بي هتساوي الاوميجا بتاعت الاي بي مضروبه في الطول، ودي هنشوف هنجيبها ازاي برضو. الفت نظركم هنا هيكون انت معاك الفي ايه اوريدي، وهيكون الطول هتجيبه عن طريق ساين رول وكوساين رول، يبقى جبت الاوميجا اي بي حطيتها هنا اهو، ومعاك دي عن طريق ساين رول وكوساين رول، يبقى انت جبت الفي بي. تعال نشوف بالظبط الحل ازاي بيتعمل. يلا بينا. اول حاجه ابتدينا مين؟ ممبر او اي. ممبر او اي رسمته وعمودي الفلوسيتي اللي تحت زي ما قلنا، وضربت الفلوسيتي عباره عن الاوميجا في الار جبتها، يبقى طلعت الاوميجا اللي هي ب 15 في الار اللي هو 0.2، طلع الفلوسيتي ب 3 متر في الثانيه على زاويه 60. عرفت ازاي؟ لما عملت ده كده وده كده، الزاوية دي أصلا كانت 30، صح؟ والزاوية دي كانت
تبقى كام؟ دي كلها تبقى كام؟ بحرف اليو 180 تشيل منها 30 تبقى 150، ودي كانت ب90 تبقى دي بكام؟ ب60. واصل؟ تمام. ده بالنسبة للجزء الأولاني اللي هو السهل مفيهوش مشكلة. طيب دخلت على المنبر التاني بقى، المنبر التاني. طيب لما أنا عملت كده ممكن أشيل بقى إيه كل حاجة محطوطة على الرسمة، مش مشكلة. دي velocity بتاعت ايه اللي انا جبتها من شوية. وطبعا انا لما هلف ده في الدايركشن ده، تفتكروا البي هيروح يمين ولا شمال؟ اكيد هتروح يمين، فالفيلوسيتي بتاع البي كان اتجاهه يمين. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل عمودي على الفيلوسيتي بتاعت الاي، واعمل عمودي على الفيلوسيتي بتاعت البي، اتقطعوا في نقطة الاي ده السنتر اللحظي بتاع المنبر ده، دي مش نقطة ثابتة، ده سنتر لحظي اللي بيلف حواليه. طيب والاوميجا هتبقى ازاي؟ هتبقى كده اهو، اكيد دي تبقى اوميجا مين؟ بتاعت المنبر اللي انا شغال عنده، اللي هو منبر مين؟ اي بي. جميل كده. بس انا المشكله بقى لا عارف الطول بتاع اي بكام، ولا عارف الطول بتاع اي بي بكام. طيب اكمل حل ازاي؟ عشان اعرف اكمل حل هحتاج اجيب الزاويه دي، فاي دي. نعرف نجيبها؟ تعرفوا تجيبوا فاي؟ اه طبعا. هو عامل ايه؟ مش ده مثلث كان عامل كده؟ الطول ده ب 0.2 والطول ده ب 0.8، الزاوية دي بفاي والزاوية دي ب30 عن طريق الساين رول. 0.2 على ساين فاي هيساوي 0.8 على ساين 30. يبقى جبت الفاي ولا مجبتهاش؟ جبتها. طلعت بكام؟ ب7.18. يبقى جبت الفاي ولا مجبتهاش؟ اه جبتها. طلعت بكام؟ 7.18. طيب والزاوية دي كلها على بعضها هتكون 90، ودي كانت فاي، يبقى دي 90 ناقص فاي، 90 ناقص فاي تطلع دي ب82.18. جميل جدا. طيب تعال نكمل برضو المثلث ده، تعال نقفله. الزاوية دي كانت كام اصلا؟ 30، والزاوية دي كانت كلها كام؟ 90، يبقى الزاوية دي كام؟ 60. يبقى انا جبت الزاوية دي كمان، الزاوية دي طلعت بكام؟ طلعت 180، هتشيل منها 60 الزاوية اللي كانت هنا اهو، وهتشيل منها 82.18 تطلع ب37.18. طيب بص على المثلث اي اي بي، بص على المثلث اي اي بي، هعمل واخد كل طول على ساين زاوية في وشه، اي اي على ساين زاوية اللي في وشه اللي هي ساين 82.18 بيساوي اي بي على ساين 37.18. اي بي اللي هي كانت اصلا بكامل، اي بي دي 0.8 على ساين 60. يبقى انا جبت التول بتاع اي اي وجبت التول بتاع اي بي، ده الاي اي ودي الاي بي. اقدر اروح اشتغل عادي بقى، انا معايا اوريدي فيلوسيتي بتاعت الاي صح، مش كنت جايبها اصلا من قبل كده؟ تمام. اصلا كان معايا الفيلوسيتي بتاعت الايه، حلو قوي. والفيلوسيتي بتاعت ايه هتساوي اوميجا اي بي في الطول بتاع الاي اي، وانا معايا الاي اي ومعايا الفيلوسيتي بتاعت الايه، يبقى جبت الاوميجا اي بي طلعت بكام؟ 3.272 ريديان بير سكند، رقم ويونت ودايركشن، بيلف حوالين مع قريب الساعه والعكس عقارب الساعه. ما احنا رسمنا الاوميجا اي بي اهي، عشان تتحرك كده لازم، عشان تتحرك ال VA وال VB لازم تبقى عكس عقارب الساعة. فاضل احسب ال VB، ال V برضه هيساوي اوميجا اي بي في الطول، انهي طول؟ من النقطة اللي انا بحسب عندها ال B للنقطة اللي بيلف حواليها اللي هي ال I. يبقى ال VB بيساوي اوميجا اي بي في ال IB، ومعايا الاوميجا اي بي ومعايا ال IB، يبقى جبت ال VB طلع ب 1.826 متر بالسكند واتجاهه يمين. اتمنى تكون الدنيا واضحة بالنسبة لكم. velocity analysis مسألة رقم 2، مديك المسألة دي و member OA AB BC، مديك الأوميجا BC ب8 radian per second، بيقول لك احسب لي أوميجا AB واحسب لي الأوميجا OA عند given position، يعني given position في اللحظة دي. بيقول لك إن ال RD وال AB horizontal،
مديك طول ال OA ب 0.7، مديك طول ال AB ب 2 متر، مديك طول ال BC مش مديهولي. ايه ده الجديدة دي؟ طب اعمل ايه؟ خد بالك ان الزاوية دي اصلا 45 درجة، والزاوية دي 55.6. طب ما انت من زاوية خمسة أو من المثلث ده تعرف تجيب الطول اللي انا جبته الاخضر ده، صح؟ اللي هو نفس الطول ده، صح؟ اه، ما هو ما دام جبت الطول ده اروح بقى على المثلث اللي هو ده اعرف اجيب منه الطول بتاع البي سي، وانا هيبقى معايا ساعتها الاطوال والزوايا، وهقسم المثلث فيه 90 درجة، فالدنيا سهلة بالنسبة لي. طيب المسألة دي كام ممبر؟ او اي بيلف حول نقطة ثابتة، يقول يبقى ايه روتيشن اباوت فيكس اكسس. بي سي بيلف حول نقطة ثابتة، يعني روتيشن اباوت فيكس اكسس. اي بي اكيد مش ترانسليشن، عشان نقطة A كانت بتعمل نص دايرة كده، وال B بيعمل نص دايرة كده. الممبر A B النقطة منه بتعمل نص دايرة، النقطة التانية بتعمل نص دايرة، ده بيعمل ايه؟ روتيشن اباوت فيكس اكسس. فين الفيكس اكسس؟ مفيش. يبقى ده بيتحرك بحركة نوعها ايه؟ ترانسليشن؟ لا طبعا، نوعها ايه بقى؟ جنرال. يبقى انا ممبر A B ده هستخدم الاي ميثود، اعمل فيلوسيتي على السرعة الاولانية، واعمل فيلوسيتي عمودي على السرعة التانية، اقوم عارف اجيب نقطة التقاطع ما بينهم. تمام، حلو قوي. هبتدي الحل اكيد من الاو اي ولا من الاي بي؟ من البي سي، هو مديني الانج بتاعت البي سي، يبقى اكيد هبتدي الحل من البي سي. وقبل ما اعمل كده هحتاج اجيب الطول بتاع البي سي اهو. بي سي ساين 55.6 اللي هو الخط ده بيساوي 0.7 ساين 45، هو الخط ده، ما هو نفس الخط، صح؟ جميل. يبقى جبت من هنا ان البي سي بتساوي 0.7. حلو، مش عايزين نشخبط من دلوقتي. هبتدي ممبر بي سي، هبتدي حل منه. الفي بي هتساوي ايه؟ الاوميجا بي سي في الطول اللي هو البي سي، عادي، ما احنا قلنا ده الممبر اللي هبتدي بيه، صح؟ ده ممبر نوعه ايه؟ بوزيشن اوف فيكس اكسس. يبقى الفي بتساوي اوميجا في ار، معايا الاوميجا بكام؟ ب 8 ريدي بير سكند، والطول بتاع البي سي اللي انا جبته ب 0.6، اضرب الاثنين في بعض طلع ب 4.8 متر بير سكند على الزاويه الفلانيه. الزاويه دي بكام؟ اللي هي الزاويه دي، صح؟ دي فاكرين حرف زد، دي 55.6، اللي فاضل من 90 بكام؟ ب 34.4، عشان كده الزاويه دي كانت بكام؟ ب 34.4. تمام، حلو قوي. نكمل. انا خلصت اول ممبر اي بي او اي، اسف، انا خلصت اول ممبر اللي هو مين؟ بي سي. طيب انا لو عايز ادخل الممبر التاني اللي هو اي بي، اللي هو عشان اروح بعد كده الممبر او اي، خلي بالك انا عشان ابقى عارف الدايركشن بتاع الممبر ده محتاج ابقى اروح اشتغل على الممبر التالت اللي هو مين؟ اللي هو او اي. فتعالى نشتغل عليه لوحده الاول، اللي هو عباره هيبقى عن روتيشن اباوت فيكس اكسس اهو كده اهو. طيب البي سي لما هيلف مع عقارب الساعة يبقى الـ OE هيلف ازاي؟ عكسه؟ لا أكيد برضو مع عقارب الساعة، تبقى دي الأوميجا OE، يبقى ده عمودي لتحت كده، دي الـ V بتاعت الـ A هتساوي أوميجا OE اللي أنا معرفش قيمتها في الطول اللي هو OA اللي هو 0.7 على زاوية كام؟ دي كانت زاوية 45، يبقى الزاوية دي كلها 135، ودي كانت 90، يبقى اللي فاضل كام؟ 45. يبقى انا عرفت ان هو ال VE مايل عن الافقي ب 45 درجة. طيب هروح اعمل ايه؟ هشتغل على الممبر التالت اللي هو مين؟ AB. ممبر AB اهو، عرفت اوريدي ان ال VB بكده وان ال VA كده اهو. اجيب ازاي النقطه اللي بيتقطعوا فيها او اللي بيلفوا حواليها لحظيا؟ اعمل عمودي على الاولاني واعمل عمودي على التاني، اتقطعوا في النقطه دي، النقطه دي اسمها اي اي بي مثلا او اي وبس وخلاص. فانا محتاج اجيب الطول بتاع اي اي واجيب الطول بتاع اي بي. هجيبه ازاي؟ عارف اوريدي الزاوية دي كانت ب 50.6، يبقى الزاوية دي ب 55.6، وعارف ان الزاوية اللي كانت هنا اهو اصلا كانت ب 45، تبقى الزاوية دي كمان ب 45. يبقى انا عرفت اجيب الطول التالت ولا لأ؟ معايا تلات اطوال، ومعايا معايا تلات زوايا، ومعايا
معايا 3 زوايا ومعايا طول، اعرف اجيب الطولين التانيين ولا حاجه بقى. اقعد اعمل ايه بقى؟ عادي بقى، عايز اجيب اشتغل بقى ساين رول ولا كوزاين رول؟ انا معايا طول واحد وثلاث زوايا، اكيد مش كوزاين، عشان كوزاين كان لازم يبقى معايا طولين وزاويه، تمام؟ فهاخد الطول ده اللي هو الاي اي على ساين زي اللي في وشه اللي هي 55.6 على الاي بي فعلى ساين 45.2 اللي هي الاي بي على ساين 79.4، جبت الار اي وجبت الار بي، اقدر اجيب من هنا الفي بتساوي اوميجا في ار، الفي بتساوي اوميجا في ار، هيكون معايا ان الفي اي بتساوي اوميجا اي بي في ار اي اللي هي هنسميها في الحالة دي اي اي، وهيكون معايا الفي بي بيساوي اوميجا اي بي مضروب في الاي بي. انا جبت الاي اي وجبت الاي بي اللي هو ار اي واي بي، معايا الطول ده ومعايا الطول ده ومعايا الفي بي من الاول انا كنت جايبها، جبت الاوميجا اي بي حطيتها هنا اهو، جبت مين؟ الفي اي بزواياها بكل حاجه. طيب انا عايز اجيب الاوميجا او اي، خلاص مش انا جبت الفي اي اروح احطها هنا ومعايا الطول ده، يبقى جبت مين؟ الاوميجا او اي. سهل سهل. لو انا عندي جسم زي ده، الجسم ده مش بيلف حوالين نفسه، الجسم ده بيلف زي عجلة عربية، بيعمل حركتين، بيتحرك في الدايركشن ده، بيعمل الحركة دي، بيعمل حركتين كأنه بيعمل ترانسليشن وبيعمل روتيشن، بس خلي بالك هو مش بيعمل روتيشن حوالين نقطة ثابتة. الحركة دي اسمها ايه؟ رولينج، دحرجة. فين النقطة اللي بيلف حواليها؟ هل النص بتاعها؟ لأ، نقطة التلامس دي النقطة اللي بيلف حواليها، هي دي الانستانتينيوس سنتر ماس بتاعها. يبقى أنا لما يبقى عندي ديسك، اعرف لو هو مش ممسوك من النص بتاعه هو بيلف على نقطة الفريكشن. يعني ايه؟ تخيل كان سايق عربيتك، عربيتك اهي ماشي، العجل بتاعك، لو انت الأرض اهي، هي عشان تلف كده مين اللي خلاها تلف؟ الأرضي، صح؟ لو انت شلت الارضي او رفعت العربيه، لو انت رافع العربيه مثلا عند الميكانيكي بتاعتك اهي، تمام، رافعها، العجل ده مهما دار هل العربيه بتتحرك لقدام؟ لا، العربيه مش هتتحرك لقدام. ليه؟ عشان مفيش مين؟ فريكشن. يبقى مين نقطه الدوران هنا؟ مين النقطه اللي خليته يلف ويتحرك لقدام؟ الاي. يبقى انا بس اختصار كده مسائل الديسك كلها، نقطه التلامس هي نقطه الايه؟ الدوران اللحظي. طب احنا ليه ما قلناش ترانسليشن؟ هو بيعمل ترانسليشن صح، اللي بيقول ترانسليشن عنده حق. طب ليه ما قلناش روتيشن؟ هو بيعمل روتيشن صح، بس هو بيعمل ترانسليشن بس او روتيشن بس؟ لا، هو بيعمل اتنين مع بعض، عشان كده دي الحركه بتاعت الديسك بيبقى اسمها جنرال. نحل مساله على الكلام ده. سيستم شون كونسيست اوف ا فيكس تراك هي الهوريزونتال، a gear rolling on the rack and a horizontal piston connected to the gear via a connecting rod AB as shown at the given instant. The center point C اللي هو النص بتاع الديسك of the gear moves of a velocity VC. VC ها بتاع 20 متر per second to the right as shown. هات لي الاوميجا اي بي وهات لي ال في اي، ومديك التول ده ب 0.14. حلو قوي. المساله دي كام ممبر؟ ديسك انا عايز بيستن جوه سلندر، ده بيعمل ترانسليشن ما فيهوش مشكله، بيتحرك يمين شمال. الاي بي دي بتلف حوالين نقطه ثابته؟ لا طبعا. بيتحرك ترانسليشن؟ لا طبعا. واحد هيقول لي لا بيتحرك ترانسليشن، لا، الاي لوحده البيستون ده بيتحرك يمين شمال، لكن الاي بيعمل رايح يمين شمال والبي عمال يعمل دوائر، صح؟ ايه الحركه دي؟ دي حركه اسمها جنرال. يبقى انا هشتغل هنا في النص بين بطريقه الاي سنتر ميثود. طيب والديسك؟ ما احنا قلنا الديسك بيلف حوالين نقطة التلامس اللي هي هتبقى فين؟ تحت. فليبقى هنا خلي بالك، انت كأن عندك الممبر الديسك ده بيتحرك جنرال، واللي في النص ده جنرال برضه بطريقة الاي سنتر ميثود، واللي على الشمال اللي هو الديسك بطريقة ايه؟ ترانسليشن، اللي هو يمين شمال بس. الجيفن بتاعي كان فين؟ كان الفي سي. خليكوا فاكرين الفي سي ده اللي هو الديسك كان بيتحرك يمين، والفي سي ده هيلف حوالين نقطة، هيلف حوالين أي نقطة؟ نقطة تلامس، اللي هي نقطة تلامس اللي ما بين الجير وما بين الفيكس تراك. الفي سي أهي، دي نقطة التلامس هسميها أي، هسميها أي بتاعة الديسك. طيب معايا المسافة دي ولا مش معايا؟ كانت بـ 0.2. الفي سي هيساوي أوميجا بتاعة الديسك في
الطول اللي هو الريديس من النقطة اللي عندها اللي هي نقطة سي، النقطة اللي بيلف حواليها اللي هي اي ديسك يعني اي سي او الريديس. تمام، معايا الفي سي ومعايا الاي سي بكام؟ ب 0.2. يبقى جبت الانجل بتاعت الديسك طلعت بكام؟ 100 راديان بير سكند، واتجاهها مع عقارب الساعة. تمام، حلو اوي. عايز اروح على الممبر، عايز اجيب النقطة بي. النقطة بي جزء من نفس الممبر، صح. يبقى انا محتاج اشتغل برضو على نفس الممبر. نقطة بي دي كانت هنا اهو. البي دي جزء من انهي ممبر؟ الديسك، والديسك ده بيلف حول النقطة، النقطة اللي تحت اللي اسمها اي ديسك. طب يبقى اعمل ايه؟ اوصل ما بينهم واعمل عمودي في اتجاه الدوران. يبقى عمودي لفوق ولا عمودي لتحت؟ عمودي لفوق. يبقى ده اتجاه مين؟ الفي بي. جميل، الفي بي دي هتساوي ايه؟ الانجل بتاعت الديسك مضروبة في الطول. الطول ده بكام؟ مش معايا. اعرف اجيبه؟ اعرف اجيبه طبعا. مش ده مثلث صح؟ معايا الطول ما بين البي والسي ب 0.14، ومعايا المسافة ما بين الاي والسي ب 0.2. باثاجرس جبت البي اي، شكرا. ومعايا الاوميجا ديسك يبقى جبت الفي بي. خلاص فاضل الزاوية، هو ده السؤال، وهي دي اللعبة اللي عايزكم دايما تركزوا فيها. في حاجة اسمها كومبليمنتري انجل، ده وده 90 وده وده 90، يبقى الزاوية الأولى هي الزاوية التالتة. نعم، ده وده 90 وده وده 90، يبقى الأولى هي التالتة. يا باشمهندس ده، بص، أنا عايز أجيب الزاوية دي اللي هسميها سيتا، ماشي؟ عايز أجيب الزاوية دي، الزاوية دي والزاوية اللي جنبها ايه اللي بال موف مجموعهم 90، وزاوية الموف والزاوية الحمراء مجموعهم كام؟ 90، صح؟ يبقى الزاوية الحمراء هي هي الزاوية الخضراء. الزاوية الخضراء والزاوية الحمراء مجموعهم كام؟ 90. والزاوية الخضراء الموف والزاوية الحمراء مجموعهم كام؟ 90. يبقى زاوية أولى هي زاوية تالتة. مش أنا كنت عايز أجيب الزاوية الخضراء، أنا كنتش عارف أجيبها عشان مش موجودة في أي مثلث. أه، ما هي هي الزاوية الحمراء. أعرف أجيب الزاوية الحمراء؟ أه طبعا، دي جوه مثلث أي بي سي، فأعرف أجيب الزاوية. تمام، معاك تلات أطوال ومعاك زاوية 90 درجة، عن طريق الساين رول تعرف تجيب الزاوية، هتلاقيها بالرقم ده. جميل، حلو أوي كده. احنا خلصنا أول ممبر اللي هو كان الديسك، والديسك ده كان يعتبر جنرال، بس أنا عارف النقطة اللي بيلف حواليها. هروح أشتغل ممبر اللي بعده اللي هو ممبر مين؟ اي بي. طيب ممبر اي بي ده ماله بقى؟ ده جنرال. تمام، عرفت ازاي ان حركته جنرال؟ عرفت ازاي ان حركته جنرال؟ ما احنا قلنا من شوية في السلايد اللي فاتت. طيب اتصرف ازاي؟ لازم ابقى عارف الفيلوسيتي بتاعت الاولاني، عارف الفيلوسيتي بتاعت التاني عشان اعرف اتصرف. فادي الممبر، ادي الممبر اي بي، الفيلوسيتي بتاعت ايه كانت اتجاه يمين، الفيلوسيتي بتاعت سي كانت طالعه لفوق بزاويه. هعمل عمودي واعمل عمودي صح، عشان ده ايه؟ جنرال. بعمل عمودي واعمل عمودي، هيتقطعوا فين؟ هنا دي النقطه. هتلاقي معاك ايه؟ الاطوال والزوايا. طيب لو كملت المثلث ده كده، طيب انا لو قفلت كده هرسم لكم بقى على الرسمه ايه الاساسيه عشان بس تبقوا واخدين بالكم معايا. الزاويه دي اعرف اجيبها؟ اه اعرف اجيبها. اعرف اجيبها منين؟ من هنا اهو. ما هو الطول ده بكام؟ ب 0.2. اعرف اجيب الزاويه دي؟ الزاويه دي هتبقى ايه؟ اهي ساين فاي، هتلاقي ايه؟ 0.2 على 0.5 صح، عشان كان مثلث ايه؟ 90 درجه. حلو، يبقى انا جبت الزاويه دي. طب انا مش عايز الفاي اصلا، عايز تكملتها 90 ناقص فاي، عشان الزاوية دي كانت كلها 90، يبقى الزاوية كام؟ 66.42. طيب المثلث الكبير ده كله أنا عارف الزاوية دي كانت بكام؟ بسيتا، اللي هي كانت كام؟ 35. يبقى الزاوية اللي فاضلة كام؟ 55. 90 و55 تبقى 145، 145 من 180 يبقى اللي في الزاوية اللي فاضلة كام؟ 35. يبقى أنا جبت الزاوية التالتة بالرقم اللي فاضل ده، واقدر اشتغل ساين رول وكوزين رول زي ما انا عايز بعد كده. طبعا معايا تلات زوايا، يبقى انا شغال اكيد ساين رول. جبت الاطوال، وفي بتساوي اوميجا في ار، في بتساوي في اوميجا في ار. اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ده والدنيا كلها واضحه بالنسبه لكم. ان شاء الله نتقابل الدرس الجاي في درس الاكسلريشن. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه.